يسأل يقول هل يجوز للإنسان المسلم أن يفتح دكانا للتصوير أفيدنا أفادكم الله؟ ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي ما اختلف فيه، هل هو داخل في عموم النهي عن التصوير أم لا؟ ولا شك أن التصوير بالرسم بالريشة أو بالقلم أو بالصياغة من المعادن والمعادن أنه محرم تحريم لا شك فيه، وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وثبت في الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فاقتناء الكلاب واقتناء الصورة المجسمة مما يمنع دخول الملائكة إلى المنازل، ومنزل تنفر منه الملائكة مأوى للشياطين والعياذ بالله. بقي موضوع التصوير الفوتوغرافي بالآلات، هل هو داخل في حكم التصوير منهي عنه أم لا؟ هذا مما اختلف فيه في هذا العصر، فمنعه قوم وألحقوه بالتصوير المعروف، ولم يمنعه آخرون ورأوا أنه غير داخل في حكم التصوير. ورأيي فيه أنه ليس من التصوير الوارد فيه الأحاديث المغلظة المغلظة للتحريم، لأن هذا لا يد للإنسان فيه، لا يفكر في كيفية رسمه، وإنما هو جهاز يضبط الصورة ويأخذها بمثابة ما ترتسم صورة المرء إذا وقف أمام المرآة، إلا أن العلم بتطوره وتقدمه توصل إلى تثبيت ما ينعكس من المرء على المرآة، فتقدم العلم وأصبح الإنسان إذا وقف أمام هذا الجهاز أبقى ما ينعكس من صورته على ما في الآلة وثبته، وهذا من التقدم في العلم الذي جر على البشرية شرورا عظيمة كما سلب لها أنواعا من الخير، إلا أن كثيرا من شروره عرضت على محاسنه، لكني مع ذلك لا أراه محرما، إلا أنني أكره للمرء أن يصور صورا فإن كان للتعليق لتعليقها في المنازل فهذه خطرة وفيها تشبه بالذين كانوا يصورون الناس ثم تطور أمرهم إلى أن عبدوا تلك الصور، فهذه الصور لا تأتي بفائدة الإنسان في بيته ولا في دينه ولا في حاله، وإنما هي إفساد للمال وإضاعة له بدون جدوى، والله أعلم. بارك الله فيكم. إذا نفهم من هذا بأنه على قدر الحاجة يعني في الصور الفوتوغرافية. لا مانع من التصوير من حيث الجملة، ولكني أكره أن الإنسان يتوسع فيه، لكن هل إذا توسع يكون داخل في عموم الحديث؟ لا أرى ذلك. بارك الله فيكم.